بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم معانا في استوديو التعليم الالكتروني بجامعه المنصوره. برحب بيكم، انا منى عوض الوزير، مدرس العماره بقسم الهندسه المعماريه كليه الهندسه جامعه المنصوره. النهارده هنلون مع بعض بلان او مسقط افقي بالوان الفلوماستر. يمكن الفلوماستر انا بعتبرها من الالوان السريعه اللي ممكن اعمل بيها اظهار معماري وانا موجوده مثلا في امتحان او في سكيز او في افون بروجي، مشروع ابتدائي بقدمه او بصلحه في الكليه، وفي نفس الوقت تدي نتيجه بسرعه ومن غير مجهود على الطالب. وحسب نوع الورق بقى، لو الورق بتاع اللي بظهر عليه خفيف او تقيل زي مثلا لما برسم في الامتحانات فما ياثرش في حاجه، عكس الوان الاكوريل بتبقى محتاج ان انت تجيب نوع ورق معين ومحتاج ان انت تكون في استعدادات حواليك وانت بتشتغل الالوان دي، فممكن تعمل عايزه يعني جزء من الحرفيه والتدريب الكتير. هنشوف النهارده مع بعض الالوان الفلوماستر هنستخدمها ازاي على مسقط افقي لفيلا. ده كده قدامنا المسقط الافقي او البلان لفيلا، هي طبعا مرسومه سكيل 1:50. البلان بتاعي ده هو عباره عن مدخل وصاله تراس الاول وجزء صاله توزيع، تقسمني هنا للجناح بتاع المعيشه الطعام والانتظار او الريسبشن يعني، والجزء الشمال لان طبعا مصيف، اوضتين غرفتين النوم والحمام، وفي هنا مطبخ وجزء حمام ضيوف. يعني طبعا انا هو انا جبت التصميم جاهز ان انا طبعته على الكمبيوتر وبدانا، هو المفروض هترسمه وهتحبره لحد خطوه تحبيره مفيش اي مشكله. هتبدا بقى المشكله معاك في اظهاره. انت حاليا دلوقتي عندك الحوائط، اول حاجه هتبقى بالايه، نفترض ان احنا عملناها باللون الاسود اللي هو طبعا كان ده، بس احنا عشان اختصارا للوقت يعني هي ايه اتعملت. انا عايزاك بس تبقى عندك حاجه اسمها خطه لونيه، يعني انت تبص البلان بتاعك كده تقول انا عندي البلان ده عباره عن ايه، عباره عن حيزات اللي هي الاوض دي او الغرف فيها فرش وفيها ارضيه وفيها حوائط. لو انا لونت الفرش باللون الغامق الون الارضيه فاتح بحيث يبقى فيه كونتراست او تضاد ما بين الاثنين، يبان حاجه تقيله وحاجه فاتحه. لو انا لونت الارضيه غامقه باركيه مثلا او حاجه لونها قوي يعني الون الفرش باللون الفاتح، او سجاد مثلا لونه يعني ليه كده يعني في الوان صارخه او الوان اكتر من لون عشان يظهر شكل الوبر بتاع السجاد، يبقى الفرش في الحاله دي هيبقى بسيط وسهل. انا ما عنديش اكتر من ان انا كاني بملى او بطريقه يعني بسيطه جدا زي ما بلون الالوان العاديه بتاعتي. انا بس مسكت الالوان قسمتها لمجموعات، انت مش لازم يكون عندك كل المجموعات دي، بس على الاقل تبقى عارف ايه الفئه اللي انت بتحبها، مجموعه البني بدرجاته، مجموعه الاخضر بدرجاته، مجموعه الروزات والموف، مجموعه الرماديات، هنا مثلا مجموعه الوان من الازرقات. لو انت عندك لون واحد من كل مجموعه، او لو عندك لونين من مجموعه واحده او ثلاث الوان على الاقل من مجموعه واحده، هيكفوا معاك ان انت تعمل في الامتحان او في اظهار مشروع. يعني نفترض ان انت مثلا عندك المجموعه دي من البني للهافان للحاد مثلا اللون الحمصي ده او اللون الاصفر ده، هتيجي تلاقي نفسك ممكن تعمل بده الحيطه، بده الارضيه، بده وده الفرش، وده في بعض الايه الاجزاء. لو انت عندك مثلا لون زي ده هيبقى الغامق بتاعك الحيطه، وهكذا بقى الفرش بالتبادل ما بين ده وده، وده مثلا ارضيه. فانا يعني عشان ما اطولش عليكم، انا كده افترضت ان انا الحيطه بتاعتي لونها بني او اللون الاسود، يعني مش مشكله طبعا لون الحيطه هو اللون الغامق. يعني حاجه اعمل ايه، حاجه اقول انا عايزه استخدم إيه، عايزه الون غرفه الطعام دي، فعايزه استخدم اللون اللي هو البني والهافان ده، فبقوم جايباهم كده ده إيه وده. ولو دخلت بقى حاجه تانية معايا، القلم دون بيبقى لسنه إيه من الناحيتين إيه، سن رفيع او سن تخين وسن رفيع. طبعا انت ايه ده موجود يعني في السوق، انت ممكن تحصل عليه بسهوله. باجي كده ادخل كأن ده بوفيه خشب، واجي اقوم مدخله معاه، شوف بقى اخدت على السن التخين، ده
بعد كده اجي بالجزء الرفيع ده، انا كده بقى شغاله على الايه، على البني والهبار. اجي اعمل تهشير كده، بس ببدا من ايه، كانه زي حرف ال كده، ببدا من ناحيه يعني تدل على الكرسي، عباره عن كله عباره عن خطوط، بحاول احول الوان في الماستر بتاعتي لمجموعه من الخطوط. الترابيزة دي اللبسة اهي، مجموعة من الخطوط من ناحية واحدة. وبعد كده جاية باللون ده واملى الجزء ده. ميزة بقى الفلوماستر هنا ان انا لما بعيد لون على لون الاتنين بيمتزجوا ببعض. بص هنا بقى كده ايه، مليت اللون الهافان ده. لو عايزة ادي تاتش كده مع الترابيزة، وبعد كده اجي مثلا الجأ للون ايه فاتح قوي وليكن ده، عشان يبقى عندي حاجه مميزه عن لون الكالسيوم. يبقى كده دي اول ايه، اول مرحله. طيب تعالى ايه اعمل حاجه تانية، ان انا عايزه اخد اللون اللي هو ايه رايكم لو اخدت ده وده، كانه الباركيه بتاع الارضيه هنا غامق، فممكن إيه اعمل الارضيه فاتحه، ارضيه يكون الباركيه بتاعها فاتح. إيه اجرب مثلا اللون ده، انا هنا قسمت يعني ايه، عملت خطوط كده. طبعا الباركيه ممكن بيبقى لون الخشب مش كله زي بعضه، كنت ليه مثلا مصبعات من الباركيه غامقه على حاجه فاتحه. على فكرة هي كلها بتعتمد على التجربة، يعني اف ده انا جربت لون ونجح معايا خلاص بلون بيه، مش شرط بقى ان كل الالوان طبعا بتبقى اذواق، يعني في ناس بتحب اللون ده، في ناس ما بتحبوش، خلاص اللي انت بتحبه زي ما بتلبس. ودايما بقول لكم في السكشن كده، يعني انتوا لو بتلونوا البلانات زي ما بتلبسوا كنتوا تقدموا بلانات في منتهى الشياكة، واكيد ان البلانات ده هي جزء من درجتها، جزء بسيط من الدرجة معتمد على اظهارها، انما مش كل الدرجة. انما مش معنى كده تقدم لي بلان يعني رصاص من غير اي حاجة سنجل لاين كده وتقول لي هو ده اظهاره، يبقى ده مثلا ايه اول فراغ بتاعي كده. طبعا ممكن تمتد معايا السحبة دي، تعالى على جزئية الانتري ده، لو انا حبيت ان انا اعمله ده كان ايه، كان الجزء بتاع الحرف ده بتاع الكنبة، ممكن اخده كده احدده كده، مجرد ايه تلوين عادي. يعني ده كده ايه تسويد يعني. خد بالك في طرق كتير ممكن ما اسودهوش، ممكن اعمل فيه خطوط وتهشيرات زي اللي عملته في الكرسي بتاع السفرة. بعد ما عملت فيه كده ممكن اجي بقى الخطوط برضو، اغلب الالوان المعماريه بتبقى في البني والهافان والبيج، بتبقى الوان يعني ايه متبقاش زعقة. جرب كده لو حطيت ده هيبقى عامل ازاي. املى بيه كل الفراغات، وبعد كده اقوم جايه مثلا الجزء الرفيع بتاع ده اعمل تأثير كأن ده كان خشب، وامسك ده كده. ممكن بقى اكمل الارضية بتاعتي دي، وممكن ايه
خليها لحد جزء معين. انا باخد القلم على السن التخين وبعمل ايه هاتشنج كده عشان املى بيه الفراغ. في ناس على فكره ممكن تقول طب احنا يعني عايزين نعمل مثلا سجاده كده نملى بيها الشراشيب، بس معلش يا الشراشيب تولد شويه. يعني السجادة دي فيها فريم كده او اطار كده، كان في الشيط اللي انتوا واخدينه سجادة كان شكلها يعني حلو قوي. كنا اجرب اعمل حركة كده ايه او اجرب تجربة مش عارفة هتنجح ولا لا، ان انا اعمل الفليتو ده الاورنج ده بتاع الايه الكليب، شايف الخط ده بوكليت مجموعة دوريات كده. طبعا الالوان دي مشكلتها الرئيسيه انتوا مش هتبقوا حاسينها دلوقتي ان هي بتعمل ريحه لانها دوكو، القلم اللي معايا ده تحديدا فريحتها بتبقى صعبه قوي لو حد عنده حساسيه او حاجه. عارفه ممكن اهدي اللون ده كده مثلا باسود. انا عارفه ان انا هلاقي تساؤلات كتير، طب ما انا كده السجاده دي هتعمل كونتراست ولا لا، واحنا لسه قايلين ان احنا عايزين الارضيه اغمق والفرشه افتح. بصوا هي الالوان كلها معتمده على التجربه وما لهاش قواعد ان انا اقول لك صارمه. الكلام ده لو بتكلم في النظر يعني بتاع اللون او بدرسه دراسه نظريه، انما انت حاسس باللون ازاي. احيانا بتبقى عامل مشروع فيلا على في الساحل ولا حاجه على البحر وبتقوم جاي عاملها كل حاجتها كل العفش بتاعها فرش المصايف بشكلها الايه المتعارف عليه يعني، ده بتحتاج الالوان كلها ايه شبابيه يعني. واحيانا تحس ان انت عايز تعمل حاجه غامقه يعني، لو حسيت مثلا الجزء ده دخل على ده كده نقوم جايين. ايه رايكم لو غمقنا ده هنا كده؟ يبقى كده ايه ده فرق الكرسي وده السجاده ودي الارضيه. لو عايزه ادخل ابدا برضو لو في اي حاجه عايزه اجربها اجربها من الحرف علشان ايه ما لو هي غلط او ما عجبتنيش ما عطتنيش نتيجه مرضيه يعني ما ايه ما بقاش اتدبست وعملتها. ممكن مثلا الاقي نفس الحته دي فراغ اقوم عامله كان في نخله يوكا كده او نبات ظل او الجوفيرا اللي هي النباتات الظل اللي بستخدمها داخل المنزل. ممكن اعمل كده لمبه بيضه وفي حاجه تانية بقى احلى ان انا اجيب الرمادي لو لقيت حسيت ان في لون عندي يعني ايه عايزه كاني عايزه ارمي ظل اجرب كده اللون بره ارمي ظل مثلا على 45. انا عارفه ان انتوا في اولى ما خدتوش ظل ومنظور فايه مش هقول لكم ارموا الظل بمقاس، بس يعني بالسنس كده هيبقى كله في اتجاه واحد. بس يبقى كده ايه
عملت الكونتراست بتاع السجاده مع الكنبه مع الايه الجزء التاني. تعالوا اجي على من الحاجات السهله قوي اللي بحب اطمن نفسي بيها، ان اجيب اللون اللبني البسيط ده واعمل بيه التهشيرات دي بتاعه الايه الاحواض. برضو نفس التكنيك بتاع من ايه نص الحاجه هو المتلون، وبعد كده اجي على ايه ابسط لون انا ممكن احبه واحس ان هو مرضي بالنسبه لي. اروح مثلا في اللون ده، ده بقى الشكل الصحي كله. وانا عارفه ان ده شكله بيبقى رماديات وستانلس، ممكن حد يقول لي لونته باللون ده، بس يمكن يطلع منه واحد جديد يكون شكله روز. طيب تعالوا بقى، انا عايزه انقي لون ينفعني اهو. انا عامله مجرد كاروهات كده، سامحوني ان الكاروهات دي مش متساوية. نجي بقى بعد كده، ده مثلا اخد لون، اجرب برضو اللون برا قبل ما ايه اعمله. محتاجة لون فاتح. ناخد مش دايما من الشمال اليمين. وادخل حاجة مثلا زي ده كده، البلاطات بقى ممكن اخد واحدة وواحدة بالتبادل السريع عشان حجمها صغير كده مش هتبان هنا. طيب اجي بقى على اخر حاجة الجزئية دي، دي ممكن افترض ان هي جاية بلاطات على 45 كده، لان احنا موجودين في مصيف يعني. وانقي بقى ايه اكتر لونين بهتانين وممكن اشتغل بيهم، مثلا اللون ده، لا ده مطلعش بهتان، اللون ده خد بالك انا بحاول اشتغل بسرعه عشان انا فرض ان انا في امتحان، يعني بقالي الامتحان ده 7 ساعات قاعده بصمم، وامتحان التصميم شو كام 6 ساعات، عايزة ادي اي تجميل للبلان بتاعي. لو كانت المساحات دي متساوية مربعات متساوية كانت طلعت ايه اظبط من كده، بس يعني مجرد استخدمت لون فاتح بس كاروهات كده. طيب تعالى بقى على اخر حاجة عندي السرير والفرش. يعني طبعا انا استخدمت هنا نفس البنيات والهفانات، احاول برضو استخدم نفس الالوان، بس يعني مثلا ايه كده كندي وساده وساده تانيه. مش عارفه اللون ده انتوا شايفينه ايه، هل هو هادي ولا زاعق، تبقوا تقولوا لي. وكأن هنا في سجاده
برضو بنفس الطريقة بتاعت الأورنج. لان ده كريم مش عارفه نفسي استخدم لون ما استخدمتوش قبل كده، مش عارفه هيطلع رد الفعل بتاعه ايه، بس ليه يعني ليه لا استخدمه حتى لو وحش، يعني اخاف ابوظ ليه؟ ما انا عمري ما هتعلم الا لما ابوظ. ومين قال انت هتبوظ وانت بتغلط في قانون يعني صارخ او حاجه فيزيكس يعني؟ بس انا بعد ما عملت ال دي كده السجادة، وجيت هنا على البني بتاعنا. طبعا من كتر الالوان ممكن ابدأ اتوه، هو ده كان انهي واحد؟ وممكن اسيب فراغات بيضه كده في البلان، مش لازم كل الفراغات اللي تبقى مليانه يعني. بس كده ده الازاز، الازاز في البلان كله. بعد كده الجزئية دي كده خلاص، جزئيات الأخضر الزرع من ناحية لون الأخضر الأوليف ده، وبمشي على الخطوط متعددة كده البوكليت بتاعي. من ناحية تانية الخط التاني، عارفين لو تعرفوا سمك القلم ده قد ايه، وتبدأوا تعملوا التقسيمات الهاتشنج دي على قد السمك ده. انا محتاجة لون اخضر زرعي. مجرد الاخضرات لونين في بعض، بس الاخضرات هنا خد الزهور هنا لونين في بعض، وحتى ممكن احط تخطيطات كده من اللون ده اهو، نفس الكلام هنا. لو هتفضل بقى خايف انك تمسك القلم خايف تحط الخط احسن هيطلع بايظ، عمرك ما هتلون حاجه. وما تقولش بقى طب احنا في السكشن بنوريكي الوان تقول لنا ايه الالوان الفاقعه دي، فعلا هو اللون الفلوماستر ده ما فيهوش اختراع، انت بتجيب اللون هو الكنه بتاعه كده، هو يعني متخلط جاهز. عارف لو انت بتعمل بالفرشه والوان الميه كنت اقول لك ايه انت ماشي يعني عرفت اصبت المره دي، او ان اخطات في انك عملت اللون فاقع شويه عامل شويه،
عايزة ادور دي كده شوية، ايه رأيكم مثلا لو نعمل ال كده البخار ده؟ عند كده اجي اجيب لون زي ده ونجي اوضه الاطفال. شوف القلم الدوكو ده، على فكره ده مش تكنيك الوان، ده انا بحاول اطلع اللون منه، عشان كده كنت بضغط عليه في الاتجاه ده كده. وبعدين ممكن مثلا كأن بيت السرير فيها يعني شغل او كده. بعد كده ايه اقعد افكر بسرعة. انت بقى لو محدد كده وقبل ما تمتحن هتعمل لون ايه، مش هتبقى خايف زي كده وتقعد تفكر وتضيع. عشان كده قلت لك من البدايه انت مقسمهم لايه، لمجموعه لونيه. كان ده الدولاب، وممكن اقول ناخد له درجه من الدرجات دي انها اوضه اطفال. يعني محير بقى فيها السجاده، السجاده بتاعتها يا ترى اعملها لون ايه؟ لو خدتها كده حاجة على 45 وحاجة عيلي بس. طيب انا ايه هفكر ان انا اخدها ماشي، هي مربع كده ومستطيل كده. ان فيها دايرة كده، خد بالك انا عارفة ان انا مش بقعد اصمم سجاد يعني، بس ايه، بس انا عايزاك تبقى عندك يعني نوع من الحس الفني. انتوا الحقيقه كلكم عندكم هذا الحس الفني، بدليل ان انتوا دخلتوا عماره. عارفه لو عملت ده حسيت ان هو فاقع شويه، ابدا ايه اعيد على ده كده. عايزه حاسه ان عايزه اغمق الفرش شويه، اجرب الرمادي ده كده. هذه دي تاثير ال في واحد تاني رمادي كمان افتح حاجه فيهم. ده طبعا مش رمادي. ادي بقى الأرضية، ميزة الفلوماستر بقى ان انت ممكن تاخد اكتر من رائت لون فوق بعضها وتديك لون مختلف. انا كده تقريبا يعني قربت اخلص او كده خلاص، يعني خلصت البلان. لو عايز بقى تعمل اي تأثير شجر او اي حاجة حوالين احواض الزرع هنا بنفس ايه الطريقة وكده. ده سكتش سريع للبلان بتاعي
المسقط الأفقي بتاع الفيلا.